السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه دي دوسامدي. هالنهار ان شاء الله غادي نقدموا واحد الحلقه اللي مهمه بزاف، وهي اسباب انخفاض الخصوبه عند الارانب وكيفيه الرفع منها. اول سبب ممكن نهضروا عليه في هذا الموضوع وهو الزياده في العمر. فبمرور سنتين عن الارانب، اما الذكر واما الانثى، تقل الخصوبه بشكل تدريجي. هذا اول حاجه نقدر نهضروا عليها. هناك سبب اخر وهو اصابه القطيع بمرض موحد. مثلا ملي كيجيهم شي واحد مرض وكيضربهم كاملين، يعني ماشي كل واحد على حده، ملي كيضربوا مرض واحد يعني القطيع كامل، كذلك يساهم في انخفاض الخصوبه بشكل ملموس. كذلك كاين قضيه واحده اخرى، وهي الجهاز التناسلي ديال يعني الجهاز التناسلي ديال الانثى كيتاثر بشكل كبير بعدم التغذيه المتوازنه. يعني ممكن ان التغذيه الغير متوازنه ممكن حتى هو ياثر على الجهاز التناسلي ديالها بواحد يعني الشكل ملموس. اما السمنه فهي لب الموضوع ديال هذا النهار هذا وهذه الحلقه، بحيث ان السمنه هي السبب الرئيسي في انخفاض الخصوبه بالنسبه للذكر والانثى. نهضروا على كل واحد على حده. فالذكر اذا زاد وزنه عن 3.5 ديال الكيلو يصاب بالتهاب العرقوب. علاش؟ نظرا للاحتكاك الارجل ديالو الخلفيه بسلك القفص، وكذلك السمنه لانه كيولي سريع، ما كيبقاش سريع الحركه، كيولي ثقيل، يعني الذكر كيولي ثقيل وما كيقدرش الصعود فوق الانثى لانجاح العمليه الجنسيه بشكل صحيح. هذا من جهه. اما قضيه اخرى، هذا بالنسبه للذكر، دابا نهضروا بالنسبه للانثى، فهي ايضا تصاب بالتهاب العرقوب اول حاجه لانها كتكون سمينه بزاف. وكذلك اذا كانت الانثى سمينه، يعني سمينه بزاف، فانها لا ما كتبقاش تسمح بوصول السائل المنوي الى للبويضات. واذا ما وصلش السائل المنوي للبويضات راه ما كيحدثش الحمل. هذه راه معروفه، يعني بالعقل راه معروف. اذا كلما كانت الانثى سمينه كلما كان التلقيح ضعيف، كيكون التلقيح ضعيف ما يعني ممكن انه يحصل الحمل، ممكن انه لا. كذلك كاينه واحد النقطه مهمه في هذا الموضوع، وهي الا تركنا الذكر بعيد عن الاناث وما استعملناش واحد المده في التلقيح، فانه كذلك يصاب بحاله من العقم المؤقت، يعني ماشي كيولي عقيم، وانما واحد الفتره ما كيبقاش يقدر واخا يتزاوج ما يولدش. كذلك في الاناث، فان الا ريحناهم واحد الراحه طويله، احنا ماشي كنقولوا على شهر واحد، يعني ريحناهم بزاف كاع نقولوا ارتاحوا بزاف، حتى هي كيوقع هذا المشكل هذا. وكاين عاوتاني الانثى اللي كتاخر حتى هي في الولاده، حتى هي كيحدث عندها هذا المشكل هذا، كتولي الخصوبه ديالها كتقل، وكيولي حتى عندها صعوبه في التلقيح، يعني كتولي ما باغاش تلقاح. المهم المربي كيلقى واحد المشكل ان مع هذا الانثى اللي كتكون دار في هذا المشكل. هذا من جهه. من جهه اخرى كتكون الانثى في قمه ديال الخصوبه ديالها بعد الولاده مباشره، يعني ملي كتولد الانثى فوقاش كتكون الخصوبه ديالها مرتفعه، راه بعد الولاده مباشره يعني بساعات. وكذلك بعد مرحله الحمل الكاذب، تاع الا كان في شي انثى كانت بان لكم باللي حامله وما ولدتش وصافي داك الشيء اختفى، يعني اما
رماتو اما حتى هي كيولي كتولي عندها الخصوبه ديالها كتقل. كذلك اذا كان الاختلال الفيزيولوجي في الاجهزه التناسليه ديالها، وهذه النقطه كتلعب دور كبير من انخفاض الخصوبه خاصه عند الاناث. يعني خصنا نقلبوها مزيان ونشوفوا الجهاز التناسلي ديالها كي داير، نشوفوا الحوض ديالها واش العظام ديال الحوض ديالها واش عريض. يعني المهم خصها تكون عاديه. اذا لتجاوز هذه المشاكل اشنو خصنا نديرو؟ اولا يجب اتباع برنامج صارم ومتوازن في التغذيه. كذلك خصنا نعطيو الانثى فتره من الراحه بعد الولاده لكي ترضع صغارها بشكل كافي، انهم من بغيو نفطموهم على 35 يوم وليس على 30 يوم. كذلك يجب فرز الاناث ذات الجوده العاليه وليس الاناث ذات الحجم الصغير. يعني واخا نقارنوا في القطيع نشوفوا مثلا انثى صغيره ونقولوا هذه هي اللي غادي نستعملوها للولاده، راه باينه هذيك ما غاديش تكون صالحه، هذه غادي خصها تكون يعني نتخلصوا منها نبيعوها بالكيلو. اذا كاين قضيه عاوتاني خصها نشوفوا هذيك الانثى اللي كتميز بالحيويه والنشاط، ديك اللي كتكون كتلعب في الكاج وديما واقفه وكتبان لك باللي راها ماشي غير مرخرخه، كتبان لك باللي راها واقفه وكتحرك بزاف، هذيك هي اللي نحتفظوا بها. اذا عموما يجب فرز الاناث ذات الصحه الجيده وذات الحيويه والنشاط، وخصها تكون خاليه من التشوهات الجنسيه والخلقيه، وخصنا نطبقوها حتى الوزن ديالها مع الحجم ديال الجهاز التناسلي ديالها، خص يكون عريض وممكن انها تولد مزيان. كذلك خصنا نراقبوا او نفحصوا الحلامات وهي عاد صغيره، منين يلا في مرحله البلوغ نشوفوا اولا شحال عندها من حلامه، بعدا واش مكتملين في النمو، ونشوفوا شحال عندها من حلامه، خاصهم يكون ما بين 8 حتى 10، ما تكونش فيها 6 الحلامات، لان مول 6 الحلامات ما غاديش تكون واخا غتولد ما غاديش تكون كترضع بشكل جيد. كذلك يجب فحص العظام ديال الحوض، هذه مرحله مهمه خصنا نقوموا بها، خصو يكون يعني متسع وكبير وعريض، حنا كنقولوا عريض. كذلك ما خاص تربيه الارانب اللي كيكونوا متعصبين وكتكون شرسه، يعني انت غير كتحط يدك وهي كطير عليك مثلا، ولا كتبغي تعضك، ولا ما كتكونش مستقره في واحد البلاصه وكتكون يعني انت خايف عليها من 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 من, من, من الصغار ديالك، يعني الاولاد ديالك، هذيك كونوا متاكدين انها غادي تفترس حتى الصغار ديالها، هذيك حاولوا انكم ما ديروهاش لان ما غتكونش خدامه، غادي تعذبكم في التربيه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، حلقه مهمه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، دعمونا بزر لايك باش نستمر في المواضيع اللي كتعجبكم وكتشكروني عليها. كنشكركم حتى انا بدوري في التعاليق ديالكم، راكم ديما كتدعيو معايا وكتشكروني، كنشكركم حتى انا بالدور ديالي. تكيو على زر جيم باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.